في ظل انتشار فيروس كورونا، أكد مختصون في علم الاجتماع في مملكة البحرين على أهمية الصحة النفسية والتأقلم باتباع كافة الإجراءات والإرشادات والنصائح الوقائية والالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي التي وضعتها مملكة البحرين من أجل سلامة المجتمع. تحليا بالصبر والتمسك بجذور الأمل في أنفس الجميع، حث دكاترة علم الاجتماع على التحلي بالصبر والالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، كونه واجب اجتماعي ووطني للنجاة من كوفيد-19. لقد تبدل العالم بعد فيروس كورونا، ودخلت البشرية إلى غرف الوقاية الصحية والحجر المنزلي طوعي. وكورونا لم يترك فقط آثاراً اقتصادية ومادية، بل ترك آثارا نفسية على البشر، فانتشر الخوف والهلع، وصار الجميع يتخوف من الجميع، وصار الفيروس المادي موازيا للفيروس النفسي، مما يتحتم علينا جميعا بأن نلتزم بالاشتراطات الصحية، وأهمها الالتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل جهود الدولة والقيادة الرشيدة وأفراد الفريق الوطني المكافح للتصدي لهذا الفيروس الفتاك. دكتور علم الاجتماع بجامعة البحرين نعمان الموسوي أكد خلال مقابلة خاصة أجريت عن طريق الاتصال المرئي بمركز الأخبار، أكد على أنه يجب التغلب على الصعاب بالإرادة والعزيمة والتأقلم مع الأوضاع الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا، والمواصلة بعزم من قبل الجميع لضمان نجاح كافة الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا. أود أن أحث الجميع على الالتزام بالاشتراطات والتعليمات الصحية لكبح جماح الفيروس. وقد بينت الأيام السابقة كيف أن شعبنا وأفراد المجتمع البحريني ملتزمون بإجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الصحية، خصوصا للأطفال والمراهقين، لكي نتمكن جميعا من الخروج من هذه المحنة بأقل قدر ممكن من الخسائر. نشيد بجهود الفريق الوطني المكافح للتصدي لكورونا، وهؤلاء الأبطال الجنود المجهولون هم وراء كل الجهود الرامية إلى التخفيف من هذا البلاء العابر. هذا ويعد اهتمام المجتمع بصحتهم النفسية في مثل هذه الفترة أمر في غاية الأهمية، إذ يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة النفسية للمجتمعات المتأثرة بالفيروس، وتجنب التجمعات والاتصال الوثيق بالآخرين، والحفاظ على مبدأ التباعد الاجتماعي. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.